الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه. أشهد أنه القائل وقوله الحق، إذ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى بأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أما بعد، فموضوع هذه الخطبة بإذن الله وعونه تحت عنوان عقر دار الإسلام. عقر دار الإسلام،
عقر دار الإسلام أي أصله موضع وين موضع دار الإسلام؟ أين أصل دار الإسلام؟ لأن في اللغة العربية العقر والعقار، العقار هو أصل الشيء وخياره يسمى عقر ويسمى عقار. فأين عقر دار الإسلام؟ عقر دار الإسلام الأول معروف كان في المدينة المنورة، كان في المدينة المنورة عقر دار الإسلام في الأول، كان في المدينة المنورة هي التي احتضنت هذه الدعوة، احتضنت الدولة الإسلامية الذهبية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عقر دار الإسلام الأول هو المدينة قطعا بدون. وهذا لما سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي وبالحجج وبالمعجزات وبغير يعني وله يعني ما له من صفات أودعهم فيه رب الأرض والسماوات، ومع ذلك لم تنجح الدعوة في مكة، وإنما أغلقت وأوسدت الأبواب أمام الدعوة، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله فتح مجالا لمكان آخر اللي هو أصبح فيما بعد عقر دار الإسلام المدينة. مصعب بن عمير في ظرف وجيز مدة سنة غير الأجواء، بدل الأجواء وأصبحت المدينة، شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون المدينة هي دار عقر الإسلام. لماذا؟ لأن صفات المدينة وصفات أهل المدينة هي اللي أهلتهم حتى يستقبلوا الدولة، يحتضنوا الدولة الأولى العالمية الأولى الإسلامية الأولى، إذن هي التي أهلتهم، إذن صفات الموجودة فيهم أهلتهم لذلك. ونحن الآن الإسلام يبحث عن دار، الإسلام يريد عن عقر داره، فين يكون عقر دار وأين يكون يا ترى؟ ونحن نبحث عن عقر دار الإسلام لا لن نتعب في البحث كثيرا، فإن أرض الشام هي عقر دار الإسلام للأسباب التي سأبينها. إذن عقر دار الإسلام إذن هي أرض الشام، كما قال الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلماذا؟ لأن صفات أرض الشام وصفات أهل الشام هي الصفات التي تقارب وتطابق، لما قلت تطابق صفات المدينة وأهل المدينة. إذن صفات أهل المدينة وصفات أهل الشام متقاربة، ولذلك المكان المؤهل ليحتضن دولة الإسلام هو أرض الشام، هي أرض الشام. والمقارن الأمر إذن بسيط، ولا يحتاج الإسلام، المدينة تلقفت الإسلام وأقامت دولة الإسلام ورفعت راية الإسلام. لماذا؟ المواصفات الموجودة في أهل المدينة أهلتهم لذلك. ونحن الآن يعني الأمة تبحث عن عقر دار الإسلام، ولن يكون إلا في أرض الشام كما قال الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا؟ أولا الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه واختار نبيه أن تكون المدينة هي الدار الأولى الإسلام، هي عقر دار الإسلام الأول المدينة، الله اختار ذلك لنبيه. وقد ورد في الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أريت دار هجرتكم، أريت أراه الله سبحانه وتعالى، أريت دار هجرتكم ذات، قال ذات نخل، فيها نخل على المدينة، يقصد المدينة، بين لابتيها، ذات نخل بين لابتيها هما الحرتان، ويقصد المدينة، وصف للمدينة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أريت، الذي اختار عقر دار الإسلام الأول هو الله سبحانه وتعالى اختاره لنبيه، والذي اختار عقر دار الإسلام الثاني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. إذن عقر دار الإسلام الأول اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار عقر دار الإسلام في الأرض الشام. والحديث في مسند الإمام أحمد، والحديث عند النسائي في سنن النسائي، عقر دار الإسلام الشام،
عقر دار الإسلام الشام. إذن هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عقر دار الإسلام في الشام، وهذا سيكون بإذن الله، وهذا سيكون بإذن الله، أحب من أحب وكره من كره، فهذا ما سيتم بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا يقول قال أرض الشام؟ لماذا؟ لأنها أولا أرض مباركة، وأهلها مباركون، فيهم بركة، بركة في الأرض وبركة في أهل الأرض، في أهل الشام. أما البركة على الأرض فالآيات في ذلك موجودة، نقرأها ونتلوها، منها في سورة الأنبياء الله سبحانه وتعالى تحدث عن سليمان، سليمان الحكيم عليه السلام، نبي الله سليمان، ماذا قال؟ قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى وين؟ إلى الأرض التي باركنا فيها، إلى الأرض التي باركنا فيها، اللي هي شنو؟ هي أرض الشام، أرض أين توجد مملكة سليمان عليه السلام. إذن ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. إذن باركنا فيها، أرض الشام مباركة. نص ثاني، إبراهيم عليه السلام لما كان في أرض العراق وأرادوا به كيدا، يعني أرادوا حرقه، أرادوا يعني هلاكه، ولكن ربي نجاه، قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. إذا نجينا، وين الأرض بارك؟ هي أرض الشام، أرض الشام، فلسطين وما حول. إذا الله سبحانه وتعالى بين أن أرض الشام هي فيها البركة. إذا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، بارك فيها الله سبحانه وتعالى. وحتى رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحادثة، في حادث الإسراء والمعراج، الحادثة العظيمة، ماذا قال الحق سبحانه وتعالى في أول سورة الإسراء؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لم يقل باركناه فقط وله فقط، باركنا حوله، ولم يقل ما حوله، تولي الأشياء اللي حوله، باركنا حوله كل، يعني ما حوله، إذا تبستعم. إذن البركة في أرض الشام بالنصوص. ثم إن الصفات الموجودة في أهل الشام تقارب، إن لم أقل تطابق كما ذكرت، تقارب صفات أهل المدينة، تقارب صفات المدينة. لماذا؟ هم أولا أهل الشام، وهم الله سبحانه وتعالى قال يحب أهل الشام وتكفل بالشام وبأهل الشام، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لي بالشام وأهله وأهل الشام. إذن تكفل هم في كنف الله، في حفظ الله، في رعاية الله، الشام وأهل الشام في كنف الله، في حفظ الله، تكفل الله لي بالشام وأهل الشام وأهله. إذن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن أهل الشام هم خيرة خلق الله، هم صفوة خلق الله في الأرض بنصوص، بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن أهل الشام هم خيرة، هم صفوة الخلق، ولذلك الله سبحانه وتعالى سيمكنهم إن شاء الله عن قريب، سيمكنهم بإذن الله، بإذن الحي القيوم الذي يقول الشيء كن فيكون، سيمكنون. لماذا؟ لأنهم أهل الإيمان، أهل إيمان، أهل الشام أهل إيمان، والله العظيم أهل إيمان، أهل نصرة وقوة، هم الذين نصروا الأنبياء، هم الذين نصروا الأنبياء، أهل الشام نصروا الأنبياء، وسينصرون المسلمين والمؤمنين فين؟ في الملحمة الكبرى، في الملحمة الكبرى سينصرون المؤمنين أهل الشام في الملحمة الكبرى في غوطة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل الشام، أهل الشام هم أهل نخوة، طبيعة أهل الشام طبيعتهم يعني متدينة، التدين مثلا مش التسيب الموجود عندنا، التدين، التدين، الإيمان، وهذه طبيعتهم، وهم أهل علم وفضل وشرف، لذلك شرفهم الله سبحانه وتعالى وكرمهم، جعلهم في كنفه، في حفظه، في كفالته سبحانه وتعالى. هؤلاء أهل الشام هم أهل الملاحم، أهل الملاحم، والله أهل السؤال عندما تشتد على الأمة فأهل الشام في المقدمة إن شاء الله. بشراكم يا أهل الشام، فأنتم في المقدمة،
شرفكم الله، كرمكم، أعزكم الله سبحانه وتعالى يا أهل الشام. وأنتم أهل الملاحم، في حديث قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحديث موجود في سنن ابن ماجه، وذكره ابن عساكر، وذكره أيضا الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، وأقره الذهبي على ذلك، وأقره الذهبي على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الملاحم مصاعب حروب، تكون الملاحم فيبعث الله بعثا من دمشق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تحب يسمع هذه الصفحة والرقم؟ إذا تكون الملاحم فيبعث الله بعثا من دمشق، وهم من الموالي، وهم من الموالي، هم أشد الناس قوة وسلاحا، أقواهم سلاحا، ينصر الله بهم دينه، دينه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هؤلاء. إذن هؤلاء صفات المواصفات، هم أهل عزة، هم أهل صبر. والله العظيم ذكرنا، ذكرنا بصحابة بالأنصار، بالأنصار، إنهم في من صفاتهم والله، ورأينا هذا، إنهم لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء. هذه الكلمة أخذتها من قول لسعد رضي الله عنه وارضاه في غزوة بدر، عندما تكلم المهاجرون ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار، فقال سعد: كأنك تريدنا يا رسول الله، كأنك تريدنا يا رسول الله. قال: نعم. قال: يا رسول الله، يعني أعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، على السمع والطاعة، فوالله لو استعرضت من هذا البحر فخذته ما تخلف منا رجل واحد. امضي لما أمرك الله، امضي لما أمرك الله، إنا لصدق، لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء. هذه الصفات نجدها عند إخواننا في بلاد الشام، في بلاد الشام. ولذلك عقر دار الإسلام الشام، قطعا قطعا، بالأحاديث، بكل شيء. هؤلاء والله، والله العظيم إن صبرهم لعجيب، والله صبر عجيب. الإنسان يعرف أنه ستقتل عائلته، وتنتهك محارمه، ويفعل بأرضه وعرضه، ومع ذلك لا يصده عن دينه، لا يصده عن دينه أبدا. إنهم لصبر في الحرب، صدق في اللقاء. ولذلك هؤلاء الناس، هؤلاء الذين ثبتوا، شباب الشام الأطهار، والله إنه الذي يثبت الصدر، إنه يعني يبشروننا شباب الشام، يبشر أمة الإسلام، شباب الشام الأطهار يبشر أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، باشي باشي، يبشرون بخير، بألف خير وخير، ألف ألف خير، والأمة مقبلة على الخير بإذن الله، والأمة مقبلة على الخير بإذن الله. قلته ولا أزال أقوله وسأقوله رغم الداء والأعداء، إذن يبشرنا بألف ألف خير. هؤلاء الذين صمدوا في وجه الطاغية، في وجه الظلم، العالم كل متآلب على عباد الله، ولكن من كان معه الله فمعه الجهة التي لا تغلب أبدا، كما أقول دائما، معه الجهة التي لا تغلب. إذن أهل الشام أهل الصبر، أهل الشام أهل الإيمان، أهل الملاحم. أرونا، لقد رأينا من ذلك، والله العظيم لكأن نقرأ، تحب الآية، حبيت نشوف الآية اللي ممكن تنطبق على الحال نتاعها. ففي سورة آل عمران يقول الحق سبحانه وتعالى، يقول: فما وهنوا لما أصابهم، يتحدث عن أتباع الأنبياء، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، والله ما وهنوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين وهو من الصابرين. وما كان قولهم لأن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وسينصرهم رب العالمين سبحانه وتعالى.
ما مدوا أيديهم لأحد، لا لشرق ولا لغرب، ما تنازلوا عن دين لا لزيد ولا لعمر، ما تنازلوا عن دين، ما باعوا دينهم ولا ذممهم ولا أمتهم لأحد. ولذلك النصر لا ينال عهدي الظالمين. أكثر الواقع نتاع تونس، وكان ما حبش ندخل فيه لأن هذا لا يهمنا بالدرجة الأولى. إذن هذه نتيجة الديمقراطية، هذه نتيجة اتباع غير طريق رب البرية، هذه نتيجة هذا، وربما يكون أشد أكثر من هذا، ولكن إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعني يبدل حال الأمة هذه. إذن فهؤلاء صمدوا والله، قالوا لا للظلم، قالوا لا للطغيان، نريد الإسلام والإسلام الصافي النقي كتابا وسنة. والله الذي يبشر بكل خير الشباب عندما ترى الثوار وقد تجمعوا في كتائب، وسموا هذه الكتائب بأسماء شكون؟ بأسماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتيبة عمرو بن عاص، كتيبة عمر بن الخطاب، كتيبة علي بن أبي طالب، كتيبة يعني كتائب انت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرون المجنة الأول بعزنا الأول والله، عزة الأمة في رجوع الإسلام. والغرب تو يتكالب، كل ساعة ثم اجتماع، ما نقولش كل يوم، كل ساعة اجتماع بين الشرق وغرب، العالم ما يدري ما يفعل ولا يعلم أنها مقادير تساق إلى مواقيت الذي قدره الله، والله يفعل ما يشاء، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذن أين المهرب؟ أين المفر؟ أين المفر؟ الإسلام آت قادم، آت آت والله، رغم الداء والأعداء ورغم الخونة والعملاء، الإسلام راجع وآت بإذن الله. فطوبى لمن تمسك بدينه ورجع وتاب. والله دعوة أدعوها للناس جميعا، من ما زال في قلبه ريب في شك من الإسلام فليرجع وليتوب قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان، لأن الإسلام آت وقادم بإذن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء صبروا، صبروا يثلج صدورنا أن نسمع كتائب التوحيد، كتاب التوحيد، والتوحيد أساس أساس الحياة أصلا. لولا التوحيد لا تهدمت الأرض كلها، إن كل من في السماوات قال يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. إذا غاب التوحيد العالم يدخل بعض، إذا راجع عودة. قال ربي سبحانه الذين أمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. ثورة الأشراف، ثورة أهل إيمان في أرض الشام، والله تعطي درسا للثورات في كل مكان وفي كل زمان. أولا نبل الغاية، شرف الغاية، قالوا نريد دولة إسلامية على منهاج النبوة، دولة إسلامية عالمية على منهاج النبوة، شرف الغاية، هذا الشرف. إذن الثورة لابد أن تكون عندها أيضا الوسيلة، نظافة الوسيلة، نظافة الوسيلة، وأيضا التضحيات، جسامة وعظمة التضحيات من أجل رفع ونصرة دين رب الأرض والسماوات. هذا يعلموننا، يعلمون الثورات، ثورات كيف تقع في الأرض، غاية نبيلة، وسيلة شريفة، أيضا تضحية جسام، لأن لماذا؟ هذا هو طريق الحق، والله سبحانه وتعالى يريد أن يمحص ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، الله سبحانه وتعالى يريد هذا. ولذلك الأمة مقبلة على هذا، هنيئا لأهل الشام، فهنيئا والله لهم، عن لأن الله سيتوجهم، سينصرهم كما نصر أهل بدر، كما نصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله رأيناهم، رأينا مواقف عجيبة جدا، مواقف عجيبة جدا لهؤلاء، تذكرنا بسلفنا الصالح بتمسك بالحق. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
هؤلاء نحسبهم، نحسب الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي ويحكم أن يكون، وأن نجعلنا كلنا، يجعلنا ربنا سبحانه وتعالى، نأمل أن يجعلنا ربنا سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين اتبعوا الصحابة واتبعوا المهاجرين والأنصار أكثر إلى يوم الدين وساروا على الطريق المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إن ثبات وصمود إخواننا سود أخوان الكرام في أرض الشام آية من آيات الرحمن، والله آية من آيات الرحمن. عزل ما احتاجوا إلى شرق ولا غرب، ما أخذوا من هذا شيء ولا من هذا شيء، لا، صمدوا. أرأيذا وقفوا في وجه العلمانية، في وجه العملاء، في وجه البشار وزبنية بشار وظلم بشار، وقفوا في وجه هذا الكل، في وجه العالم الكل الذي يحاربهم، وقفوا وقفة بطولية، وقفة أساسها الإيمان، إيمانهم، ثباتهم، هم لأنهم متيقنون بأن النصر قريب، قريب قريب، والله إن النصر قريب. إذن هؤلاء يا يبشرون كما قلت بخير عميم عميم يأتي عن قريب إن شاء الله، قريب إن شاء الله، النصر قريب قريب. فلا تيأس يا أمة محمد، لا، ارفع رأسك، ارفع رأسك يا مسلم، أنت مسلم، ستعود لك العزة، سيعود لك الشرف، ستعود، أنت مسلم. كفانا ذلا، كفانا مهانة، كفانا تبعية، كفانا عمالة، كفانا تخاذلا. هذا الحال ما وصلت إليه البلاد في تونس في مصر، إن كل ما أبعد الإسلام جاء الظلام، وجاء يعني التعسف، وجاء الفوضى، وحل ذا الإسلام هو الحل، ولا حل إلا الإسلام. إن جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، إن جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الطريق واحد واضح، طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، كتاب وسنة، كتاب وسنة. هؤلاء إذن والله يا أحفاد، نقول لأهلنا في الشام، يا أحفاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من تكفل الله بكم، يا من نصرتم الحق ولا تزالون، نقول لكم اسبقوا غيركم، وأنتم اسبقوا، لا يسبقكم أحد، لا تتركوا أحدا يسبقكم إلى النصر، إلى الشرف في الدنيا والآخرة. حفظ الدين من التحريف، من الأباطيل، رفع راية الإسلام. أنتم الذين رفعتم الرايات، رايات لا إله إلا الله، أنتم الذين أنشدتم نشيد الخلافة، الخلافة على منهاج النبوة. إذن أنتم اصبروا وقد صبرتم، والله العظيم لقد قلتم وصدقتم، ما لنا غيرك يا الله، وصدقتم والله، رأينا هذا. قلتم خذ يا ربنا من دمائنا حتى ترضى، وصدقتم، رأينا هذا. قلتم وصدقتم أيضا، لا نريد إلا الإسلام، لا نمد أيدينا إلى أحد، لن نركع، قلتم لن نركع إلى غير الله، فلا سجود إلا لله، ولا ركوع إلا لله، ولا خضوع إلا لله. فالله سبحانه وتعالى هو وكيلنا، هو مولانا، وهو مولاكم، يتولاكم. إذن أرض الشام، أهل الشام، عقر دار الإسلام. الثانية، الدولة العالمية الإسلامية الثانية، الخلافة على منهاج النبوة، أي في أرض الشام. إذن البوال يعني بدأت يعني بشائر ظهورها تظهر إلا على العمي، نعوذ بالله من ذلك، لأن بدأت تظهر كل يوم بعد يوم إلا على الأعمى، الأعمى لا يرى. إنك لا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذن فاثبتوا، أرض الشام هي أرض الإسلام،
أنتم أهل الشام، أهل الأهل الإسلام، ولذلك اثبتوا واصبروا، والله معكم، والله سينصركم ويثبتكم. فأنتم والله أعطلتم دروسا للأمة كاملة، للمتخاذلين، للمتمسلمين، للذين يذهبون شمال يعني يمينا وشمال، أعطيتمونا درسا. بارك الله فيكم، ثبتكم، نصركم، جعلنا الله سبحانه وتعالى نسير في خطاكم وعلى دربكم. نسأل الله سبحانه وتعالى هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إنكم أيها الإخوة المؤمنون في يوم فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، فلنتوجه إلى باب مولانا بكل خضوع وإنابة، عسى أن يمن علينا بساعة الإجابة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كما تقول. لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد إنك على كل شيء قدير، لك الحمد إنك على كل شيء قدير، لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على المبعوث رحمة للعالمين، صل على سيد الأولين والآخرين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، إلى يوم نلقاك يا رب العالمين، إلى يوم نلقاك يا رب العالمين. يا ربنا أمتنا، أمتنا على ملته، أمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واحشرنا في زمرته، وتحت لوائه يا رب العالمين، وتحت لوائه يا رب العالمين، وتحت لوائه يا رب العالمين. نسألك ذلك يا الله، نسألك ذلك يا الله. يا ملك، يا ملك، يا قادر، يا مقتدر، يا مقتدر، يا ذا البطش الشديد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد. انصر إخواننا في الشام وفي كل مكان، وفي كل مكان. نصرك لأهل بدر وهم أذلة، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. عليك بمن عاد الإسلام، عليك بمن حارب الإسلام والمسلمين، عليك بمن حارب الإسلام والمسلمين. اللهم نسألك يا الله، يا سابغ النعم، يا رافع النقم، يا سابغ النعم، يا رافع النقم، يا ناصر من ظلم، يا ناصر من ظلم، يا ناصر من ظلم. انصر إخواننا، انصر إخواننا، انصرهم يا الله، انصرهم يا الله، أيدهم يا الله، ثبتهم يا الله، ثبتهم يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. اللهم نسألك يا الله نصرك يا الله. يا ربي عليك ببشار. إلهنا، إلهنا، ربنا، مولانا، مولانا، إن هذا الطائر بشار، إن هذا البشار قد طغى وبغى، طغى وبغى، تكبر وتجبر، تكبر وتجبر. يا ربي خذه من مأمنه، يا ربي خذه من مأمنه، يا ربي خذه من مأمنه، أخذ عزيز مقتدر، أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا الله، اللهم يا ملك، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا جبار، يا جبار، يا جبار. اللهم صلت عليه داء يا الله، صلت عليه بلاء يا الله، صلت عليه بلاء يا الله. هو ومن معه يا الله، هو ومن ساعده يا الله، هو وزبانيته يا الله، بلاء يا الله لا يدفع عنه أهل السماوات والأرض، لا يدفع عنه أهل السماوات والأرض، لا يدفع عنه أهل السماوات والأرض. يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك دولة كريمة، خلافة على منهاج النبوة، خلافة على منهاج النبوة، خلافة على منهاج النبوة، يعز في أهل الإسلام، يعز في أهل الإسلام، ويذل في أهل النفاق والشقاق. نسألك ذلك يا رب العالمين. اجعلنا من أوليائك يا الله، اجعلنا من أوليائك يا الله، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اجعلنا من جندك يا الله، اجعلنا من جندك يا الله، اجعلنا من جندك يا الله، فإن جندك هم الغالبون، فإن جندك هم الغالبون، فإن جندك هم الغالبون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.